مساكم الله بالخير أعزائنا المتابعين، والله يحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي دي ام ام سبورت. هذا البرنامج اللي يعرض عبر قناة دي ام ام الفضائية. اليوم إن شاء الله بنتحدث عن قرعة نهائيات كأس العالم والتي أجريت في روسيا والتي ستقام في روسيا مطلع 2018 أو منتصف 2018 بمشاركة 4 منتخبات عربية، هي المنتخب السعودي الأخضر ومنتخب مصر الشقيق ومنتخب تونس ومنتخب المغرب. لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم أن يحدث 4 منتخبات أن تشارك في هذه النهائيات. أيضا إن شاء الله بنحاول نسلط الضوء على لقاء الكلاسيكو الذي جمع الأهلي بالهلال، والتي استطاع الفريق الهلالي أن يعود بعد كبوة أو خسارته من في نهائي كأس آسيا وينتصر على الفريق الأهلاوي وينافس على الصدارة بقوة رغم أن باقي 3 مباريات مؤجلة للفريق الهلالي. بداية أعزائي المتابعين مع العناوين. يوم تاريخي للمنتخب السعودي في روسيا. الأخضر السعودي يقص شريط نهائيات كأس العالم. الهلال يعود للمنافسة محليا ويتجاوز كبوة أوراوا الياباني على حساب الأهلي. أهلا بكم أعزائنا المتابعين، ولازلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة. نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا إن شاء الله في عام 2018 كانت القرعة قد أجريت الأسبوع الماضي، وحقيقة المنتخب السعودي وقع في مجموعة الأولى كحدث تاريخي أن يقابل البلد المستضيف، ووقع مع أيضا المنتخب الأورغواني والمنتخب المصري الشقيق. للحديث أكثر عن هذه المجموعة سعدنا أن نستضيف المدرب الوطني سمير هلال. ابو عبد الله مساء الخير. مساء الخير عليك اخوي علي، مساء عليك ومساء على الساده المستمعين وشاكر لكم على الاستضافه. اهلا وسهلا ابو عبد الله. بدايه، كيف شفت قرعه نهائيات كاس العالم؟ كيف شفت مجموعه المنتخب السعودي ان يقع مع المنتخب المستضيف وهو المنتخب الروسي، ان يكون في مباراه الافتتاح في الصخب الجماهيري، في مباراه الاستعراض، في مباراه القنوات الفضائيه، كل شيء بيكون متواجد؟ في البداية أول شيء أحب نهني، خلنا نقول نهني أنفسنا بأن يكون منتخبنا يعني يشارك في يوم خلنا نقول لك تاريخي يعتبر، وهو اللي سوف يلعب مباراة افتتاحية أمام منتخب روسيا. هذا أعتقد حدث يعني كبير جدا أن أول منتخب عربي يعني يشارك في كأس العالم ويلعب في مباراة افتتاحية. هذا يعني شيء جدا جميل جدا للمنتخب. بالنسبة للقرعة، أنا أعتقد أن المجموعة اللي وقعنا فيها في وجهة نظري الشخصية أعتقد أنها مجموعة ما راح تكون سهلة، مجموعة صعبة في التصدي، ولا أعتقد في منتخب في كأس العالم يعني المنتخب السهل. صحيح المنتخبات تختلف والمستويات تختلف، لكن كل منتخب في كأس العالم راح يقدم أفضل أداء وراح يلعب يعني أداء بطولي لأجل يظهر بمظهر مشرف. المنتخب السعودي يعني وقع في مجموعة يعني في تفاؤل كبير في وسط الرياضي السعودي، خلينا نقول لك يعني بالقرعة، لكن تفاؤل كلنا متفائلين، لكن أعتقد أن القرعة يعني زي ما قلت لك ما هي راح تكون يعني الفرق السهلة. أنت تتكلم عن المنتخب الروسي، منتخب مستضيف نلعب معاه في أول مباراة أمام جمهوره في أرضه، مباراة صعبة، لكن ممكن يخفف من وطأة هذه المباراة أن المباريات الافتتاحية دائما تكون لها حسابات مختلفة وتكون ضغوطات كبيرة على الفريق المستضيف أنه يحاول. لكن المنتخب الروسي يتميز بالقوة في الأداء، هذه القوة في الأداء يمكن يختلف عن المنتخبات الأوروبية، هو من المنتخبات خلنا نقول لك الشرسة في الأداء. هذا الأمر يتعب كرتنا أحيانا أن احنا نفتقد القوة في الأداء، هذا شيء. في الجانب الآخر لما تأتي على منتخب الأرجواي، منتخب معروف، منتخب يعني قوي لأغلب منتخبات العالم، يعني منتخب غني عن التاريخ يملك نجوم كبار ويلعبون في أفضل الأندية العالمية. فأعتقد أن أنا في وجهة نظري قد يكون المرشح الأول لخفض ضغط العبور. نجي للمنتخب المصري، خلنا نقول المنتخب المصري ما هو المنتخب السهل، يعني المنتخب المصري نعرف يضم نجوم يعني كثر يلعبون في أفضل الأندية في أوروبا، وهذا الشيء راح يقوي ويعطي إضافة للمنتخب المصري لما يكون عندك لعيبة بقيمة عالية يشاركون في أندية يعني على مستوى أوروبي، أندية كبيرة أيضا متعودين على الأجواء، يعني متعودين على الأجواء الصعبة، متعودين على المباريات الصعبة، متعودين على مواجهة النجوم هذه، يعني هم بيلعبون في كل أسبوع مع هؤلاء النجوم. ف
فيعني اعتادوا على اللعب مثل هذه الأجواء، هذا أمر إيجابي للمنتخب المصري. فأنا في وجهة نظري زي ما قلت لك المجموعة ما راح تكون سهلة، لكن بالإمكان أن المنتخب السعودي يعني بالعزيمة وبالإصرار ويعني وبالعمل الجاد وبالعمل الكبير أنه ممكن أن احنا يعني نعبر من خلال هذه المجموعة، لكن محتاجين زي ما قلت لك عمل كبير، عمل مضاعف، رغبة اللاعبين لازم تكون كبيرة، إصرار لازم يكون كبير لتحقيق يعني إنجاز، يعني خلنا نقول مشابه الإنجاز اللي حققناه في فترات سابقة، بإذن الله. أبو عبد الله، يعني تغيير المدربين، يعني مارفك بعدين باوزا بعدين الآن بيجيبا، ولو إن كلهم يحملون سيفي مميز جدا، بس هل ترى أن في مصلحة المنتخب السعودي؟ طبعا هو الاستقرار هو أفضل شيء، طبعا خلنا نقتنع أن الاستقرار هو أفضل يعني حاجة بالنسبة للمنتخبات أو الأندية. لكن الآن حصل التغيير ما تقدر تتكلم عنه، لكن أعتقد أن مهمة المنتخب المدرب المنتخب الآن ما راح تكون سهلة. تتكلم منتخب يأتي يعني مدرب يأتي للمنتخب لا يعرف شيء عن المنتخب، أتكلم عن اللاعبين. نعم. فهذا أمر صعب عملية. أوكي ممكن والله ينتقي نفس اللاعبين ويجمعوا، لكن كيف الوقوف على مستوياتهم، كيف فرض أسلوب لعبة، هل هؤلاء اللاعبين يتناسبون مع أسلوب لعبة أو لا، كيف يوجد بدلة لهم، الوقت ضيق ما تقدر الآن تجازف للعيبة جدد. فأعتقد أن المدرب الآن في وقت صعب، أتى في وقت صعب في توقيت ممكن الناس والله يقول لك والله لا عندنا وقت، وعندك وقت لكن الوقت ما هو صالحك، اللعيبة ما هو متواجدين معاه، يعني الآن مو في نادي هو يعني بياخذ لعيبة في فترات معينة. تتوقع يضيف أسماء جديدة أبو عبد الله عن الأسماء اللي يعني ساهمت في التأهل؟ والله أنا أعتقد أنه صعب، يمكن اسمين إلى ثلاثة بحد أقصى يعني حسب ظروف المركز اللي يحتاج، لكن إضافة أسماء جديدة أول حاجة يعني تلعب في كأس العالم تحتاج لعيبة يحتاجون التمرس والخبرة. أوكي صعب أنك تجازف في لاعب يعني ما لعب المباريات معدودة وهو يلعب في كأس العالم. بس أبو عبد الله أنت ذكرت، اسمح لي، أنت ذكرت في 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 بعض كلامك ان نوعيه المنتخبات في اللي بنواجهها في كاس العالم تحتاج الى القوه والالتحام القوي، هذا يمكن رايناه في 94 عندما غامر المدرب السعودي وجاب ياسر الطائفي، جاب حمزه صالح، جاب طلال الجبرين، طلال او الجبرين لاعب الرياض، كاسماء كانت قويه وتمتلك البنيه الجسمانيه القويه واستطاع المنتخب السعودي ان يتاهل. أنا معاك، وأشوف أن المجازفة يعني سلاح ذو حدين، خلينا نقول قد ينجح وقد لا ينجح. أيضا نوعية اللاعبين تختلف، خلينا نقول نوعية اللاعبين اللي كانوا موجودين في السابق تختلف الآن عن النوعية الموجودة حاليا. ما نقول والله المدرب منتخب ما راح يضم لاعبين أو لا تضم، لا نقول مو ضم، لكن في نطاق ضيق ما تقدر تجازف. مجازفة بشكل كبير مو تتكلم عن الأداء، أيضا الانسجام، لا يمكن تضع لاعب مثلا في خانة مثلا قلب الدفاع وتقول له والله قدم أداء بطول، يحتاج انسجام، يحتاج لعب مباريات كثيرة، أنت ما عندك الوقت الآن أن تلعب يعني مباريات أن تطالع لعيبة. أنا شفت باوزا الآن يوم لعب مباريتين وجرب بعض اللاعبين، صار في خلل في منظومة المنتخب في أداء فني يتكلم. فالآن التجربة هي مطلوبة لكن الوقت ما يساعدك الآن أن أنت والله أنه والله ممكن تجرب، يجب أن تعتمد على نفس العناصر مع تطعيمها بلاعب إلى لاعبين إلى ثلاثة لاعبين اللي تحتاجهم في مركز معين، ومن ثم تذهب بهؤلاء اللاعبين. أول حاجة هذا اللاعبين يعني معتادين على الأجواء، معتادين على اللعب مع بعض، بينهم انسجام، أيضا يملكون الخبرة. لا تنسى في لاعبين المنتخب الآن في لاعبين عندنا تعدوا 100 مباراة دولية. نعم. هؤلاء اللاعبين تبحاج لهم، هذه المباريات اللي في كأس العالم محتاجة لاعب الخبرة. طيب. لاعب الخبرة يفرق معك بشكل كبير. طيب بصراحة أبو عبد الله، يعني أنت ذكرت أن اللاعبين الآن يختلفون عن اللاعبين السابق، هل تجد الآن المستوى الفني الموجود في الدوري السعودي ربما يفرز لنا عن لاعبين مواهب قد نجدهم في كأس العالم؟ والله شوف أنا وجهة نظري، خلنا نتكلم عن الموسم هذا، يعني الدوري السعودي الآن أنت يعني سبق أني قلت هذا الكلام، الدوري السعودي حاليا أنا أشوف أن كل الفرق الدوري متساوية باستثناء الهلال ونوعا ما النصر الآن بعد بعد إنه والله ما حاول إنه يعني يرجع في ثلاث المباريات الأخيرة، والأهلي نوعا ما، وبقية الفرق متساوية، ما في مستوى فني الآن كثير. تلاحظ التغلبات اللي تحصل في الدوري. كل فريق يستطيع الفوز على الآخر. لاحظنا مثلا قبل أسبوعين الباطن ينتصر على الفتح في أرض الفتح بالخمسة.
نعم. المقابل يأتي الأسبوع هذا ويخسر من الفيصلي في أرضه. المستويات كلها متقاربة في الدوري، ما في مستوى فني كبير في الدوري زي ما قلت لك، باستثناء الهلال هو وعلى مستوى العناصر. حتى على مستوى العناصر ما في ذيك العناصر اللي أنت تقول والله عندها ذاك التميز الكبير، باستثناء يعني خلنا أقول لك لاعبين إلى ثلاثة لعيبة إلى أربعة إن كثرت، يعني اللي والله ممكن تقول والله يعني تستحق، لأن المستوى الفني خلنا أقول لك ما هو جيد، متوسط الدوري، مستوى الدوري متوسط. أنت الآن ما هو مثل، ليش أنا أقول لك مو مثل السابق يا أخوي علي؟ أنت الآن لما يلعب أي فريق، خلنا أقول لك كمثال، الآن لما يلعب الاتحاد مثلا والرائد، مع احترامي طبعا تقديري لفريق الرائد، في السابق كنت تقول والله النتيجة، تقول والله اليوم الاتحاد هيفوز 3-4. لما يلعب والله الأهلي والباطن، تقول والله النتيجة 4 للأهلي مثلا، مع احترامي الباطن. الآن نعم. ما تقدر تقول هالكلام. صحيح صحيح. الآن الأمور يعني صارت متاحة، يعني الآن لما تسمع والله الباطن فاز على الاتحاد ما تستغرب يا أخي هادي. صحيح. لما تشوف والله الفيحة فاز على الشباب ما لا تستغرب. لما تشوف النصر خسر من الرائد ما تستغرب. صحيح. طبعاً مع احترامنا لهذه الفرق، ما يقدمين، بس أتكلم بحجم الفرق هذه الكبيرة ما صار في فرق. فهذا الكلام نقول لك اختلفت عن السابق. ما في نجوم. وين الفرق هذه الكبيرة الأول؟ طبعاً بحكم الظروف اللي مرت على الأندية متفقين على الشيء هذا، لكن نوعية اللاعبين لا، ما هي موجودة نفس السابق، تختلف نفس السابق، وهذا الشيء اتفق عليها. لكن في لاعبين، عشان لا نظلم الكل، هناك لاعبين الآن موجودين مميزين، لا زالوا يحتفظون بنفس القيمة، لا زالوا يحتفظون بنفس الأداء، وقيمتهم عالية، ولاعبين جيدين. يجب نحن نكون منصفين برضو في لاعبين في المنتخب وفي الدوري، لاعبين أكثر مرائعين وقدمونا نفسهم بشكل جيد. احنا نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب السعودي، وان شاء الله يظهر بالمظهر المشرف في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018. المدرب الوطني سمير الهلالي يعطيك العافية، شكرا جزيلا ابو عبد الله. شكرا يعطيكم العافية. اذا اعزائنا المتابعين، نتوقف وياكم لهذا الفاصل ثم نعود اليكم. أهلا بكم أعزائنا المتابعين في هذا الجزء من حلقتنا لهذه الليلة. الدوري السعودي يعود للمنافسة بشكل كبير جدا بعد أن أنهى الفريق الهلالي استحقاقها الآسيوي، والذي لم ينجح في تحقيق كأس آسيا والتأهل لنهائيات كأس العالم، هذا كأس العالم للأندية طبعا، هذا الحلم الذي يراود الهلاليون منذ أكثر من 17 عام. هذه المعضلة وهذه العقدة التي يعني تلازمت مع الهلاليين دون أن يعرف السبب الرئيسي في عدم تحقيق الهلال، رغم كل التهيؤات الموجودة والدعم الذي يجد هذا الفريق، طبعا ليس الفريق الهلالي وإنما جميع الفرق لكي نكون منصفين، لكن ربما يكون الهلال هو الفريق الوحيد الذي يبحث ويحاول في تحقيق هذه النسخة التي استعصت. لكن عاد الهلال، وكعادة الفريق الهلالي يعود قويا، عاد ليواجه المتصدر وهو فريق الأهلي، والذي يكون ربما يكون هو المستقر أكثر من الهلال، وعادوا في مباراة في الجولة 11 في الرياض، وتمكن الفريق الهلالي من العودة للمنافسة بشكل شرس، رغم تبقي له 3 مباريات مؤجلة، والفوز على فريق الأهلي في مباراة كانت جميلة جدا، استطاع النجم الهلالي سالم الدوسري من تسجيل 2 ورفع مستوى الرصيد في نادي الهلال إلى 22 نقطة، والأهلي في المركز الأول ب 23 نقطة، النصر في المركز الثالث ب 22 نقطة، في المركز الرابع فريق الفيصلي ب 19 نقطة. للحديث أكثر عن هذه المباراة سعدنا أن نستضيف الإعلامي عبد العزيز السلمان. دكتور عبد العزيز مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيك أستاذ علي، ومسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا عبد العزيز. يعني الدكتور، المباراة كانت يعني مميزة بين الفريقين مساء البارحة، تمكن الفريق الهلالي أن يحقق الفوز والثلاث نقاط، كيف رأيت هذه المباراة؟ كيف رأيت عودة الهلال خصوصا في ظل غياب أهم عناصره وهو إدواردو، وأيضا أفضل لاعب في آسيا خربين؟ بداية أستاذ علي، لا شك أن هذه المباراة طبعا احنا متوقعين كما قادمة تكون قمة الدوري السعودي، وهذا طبعا شيء طبيعي، أنت قاعد تتكلم عن بطل الدوري السابق، وكذلك أيضا الأهلي منافس وند قوي دائما.
ايضا الان سلم ترتيب الدوري، الاهلي متصدر، الهلال ايضا يلاحق الاهلي، وايضا النصر جاي معاهم في الطريق. فمن الطبيعي ان المباراه راح تكون مباراه، خلينا نقول مباراه غير طبيعيه، مباراه سخنه طبعا في كل شيء. احنا شاهدنا المباراه امس استاذ علي، الاهلي قدم عطاء جيد حقيقة، ولكنه لم يرتقي للمستوى المطلوب. الهلال وهذه عادات يواصل يعني المجهود الكبير، الأهلي قل بشكل كبير في الشوط الثاني. الشوط الأول الهلال كان مقدم كرة جميلة، أيضا استمر في تقديم المستوى الممتاز وضغط على الأهلي أيضا في الشوط الثاني. أعتقد العامل اللياقي بالرغم أن احنا في الجولة 12، إلا أن العامل اللياقي والفني للنادي الأهلي أقل حقيقة منه لنادي الهلال، بالرغم طبعا زي ما تفضلت حضرتك بالرغم نقص كبير في نادي الهلال، إلا أن الهلال استطاع أن حقيقة يقدم مباراة جميلة. يعني كان أخطر بكثير، احنا شفنا كرة ل ريفاس كانت بالراس أنقذها العويس، كذلك كرة أخرى للنواف العاب التسديدة كانت يعني قاب قوم سيني أو أدنى أنها تكون في المرمى. الهلال استطاع أنه يعود يعني من كبوة آسيا، لكنه متعود الهلال على يعني خليني نقول امتصاص الصدمات صح التعبير، وهذه عادات الهلال حقيقة. والمباراة بكل أمانة كانت قمة في كل شيء، وهذا زي ما قلت لك أخ علي وضع طبيعي لفريقين كبار مثل الأهلي وكذلك الهلال. طيب ودي أنا أعرج، ودي بس لو سمحت لي أستاذ علي أنا أعرج على العامل النفسي هنا، وهو أن فريق الهلال حقيقة يعني لم يتأثر نفسيا بنتيجة مباراة آسيا، وهذا أعتقد أنه متعود عليه الهلال، عكس طبعا متعود عليه الهلال أقصد داخليا، عكس خارجيا. الهلال خارجيا يحتاج جرعات نفسية كبيرة، وشوف لا يختلف اثنين. يعني أنت لو تسأل أي واحد في آسيا الآن وكان متابع لبطولة الأبطال الآسيوية الماضية اللي طبعا للأسف لم يحققها الهلال، لن يختلف اثنان يعني على المستوى الفني بأن الهلال رقم واحد، حتى أفضل بكثير من أوراوا اللي حقق البطولة. ولكن العامل النفسي في وجهة نظري أنا هو السبب الرئيسي لعدم تمكن الهلال من السيطرة والحصول على نتيجتي المباراتين اللي كانت في الرياض وكذلك في طوكيو. فأعتقد أنه احنا دائما استاذ علي نتحدث عن العامل النفسي حديث نظري، لكن في الحقيقه الاعداد النفسي يفترض ان يتواكب جنبا الى جنب مع الاعداد الخططي والاعداد المهاري والاعداد البدني. يعني انت تعد اللاعب او تعد الفريق بدنيا من بدايه الموسم الى نهايه الموسم، كذلك الاعداد المهاري والاعداد الخططي ايضا يجب ان يكون هناك اعداد نفسي مع هذا الأعداد جنبا إلى جنب. يعني هناك حصص ومحاضرات نفسية تطبيقية داخل وخارج الملعب قبل وبعد المباريات. شايف أنت الأعداد النفسي ما تقول أعداد نفسي فقط قبل أسبوع أو قبل يومين أو قبل 3 أيام من المباراة، هذا لا يفي بالغرض. وإن كان يعني 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 الهلال يعني الهلال ما في العفو أستاذ علي، وإن كانوا لعيبة كبار وإن كانوا لعيبة ذوي خبرة وإن كانوا يعني لعيبة لهم باع طويل في الملاعب، لكن التهيئة النفسية للبطولات الكبيرة بالذات صح التعبير إذا وجدت الرغبة الجامحة في الحصول عليها مثل الهلال، وإحنا كلنا نعرف بل إحنا كسعوديين بكل أمانة كنا يعني مع الهلال قلبا وقالبا، وكنا ودنا ورغبتنا إحنا كجمهور جامحة بأن الهلال يحصل على هذه البطولة، فما بالك باللاعبين أنفسهم. طيب لذلك كان يجب هناك أن تكون هناك تهيئة
نفسيه علميه، ما هو كلام يا استاذ علي. طيب ابو دكتور، على اساس بس الوقت عندنا، الوقت صار ضيق، ابغى اسالك الان، الهلال حقق الانتصار على اقرب منافسيه وهو المتصدر، وباقي يعني تبقى للهلال 3 جولات مؤجله، يعني عند الهلال لعب 8 مباريات بينما الفرق الاخرى لعبت 12 مباراه. هل نستطيع ان نقول يعني بنسبه كم ان الهلال اصبح بطلا للدوري؟ لا 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 استاذ علي، لسه بدري، معليش. يعني الهلال بالفعل فريق كبير، ولكن لا يعني هذا انه حصل على بطولة الدوري. الهلال سيظل منافس قوي، هذه لا نختلف عليها، لكن مسألة الحصول على بطولة الدوري او عدم الحصول عليها هذه مسألة الان مبكرة، لا تستطيع ان يعني تحكم عليها في الجولة 12 او حتى 13، لانه لا زال هناك يعني النصر قادم وبقوه، بس في ثلاث جولات مؤجله. ما عليك استاذ علي، ما عليك، وربما انك تتعثر في اي جوله وغريمك التقليدي مثل النصر او حتى الاهلي يعود بقوه، لكن انا اقول لك احنا نقدر نقول ان الهلال افضل فنيا، هذا صحيح، لكن لا يعني انك انت افضل فنيا انك تفوز، لا يعني انك تحصل على البطوله. احنا الان قبل قليل كنا نتحدث عن ان الهلال هو الافضل في اسيا، ولكن لم يستطع ان يحصل على البطوله. صحيح. هناك تكنيك، هناك تكتيك، اوكي، تلعب عليه الفرق الاخرى، ثم لعب وراوا كان جاي هنا عشان يلعب ضد الهلال يكسب التعادل، وكسب التعادل وزاد عليه جول، ها شوف استاذ علي، زاد عليه هدف. نعم. في 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 مرمى الهلال هنا. وهناك نفس الشيء، كان يلعب على التعادل إلى الدقيقة 88 مثل ما أنت شفت، ففي تكتيك معين، وإن كنت أنت الأفضل الفريق الآخر ربما يتبع ويقتنص منك نقطة، يقتنص منك ممكن حتى يعني نتيجة المباراة، لكن بالتالي بشكل عام إحنا لازلنا نقول الهلال هو الأفضل فنيا. الهلال الآن نسى آسيا، والدليل أنه بعد آسيا قابل متصدر الدوري واستطاع طبعا انه يتغلب عليه، لكن لا تستطيع ان تحكم يعني الظروف، لانه هناك فرق منافسه وفرق ما شاء الله يعني تتطور، اقصد مستواها الفني يتطور، وبالذات النصر حقيقه يعني ممكن بدايته ما كانت في الشكل المطلوب، لكن الان النصر تفوق المباراه الماضيه والمباراه اللي قبلها وزاحف الى خلينا نقول الى قمه ترتيب الدوري. نعم. فهذا اللي أقدر أقول لك يا، لكن أؤكد أن الهلال بالتأكيد أنه منافس قوي على بطولة الدوري. احنا نتمنى التوفيق للفريق الهلالي ولجميع أندية الأندية السعودية. الدكتور عبد العزيز السلمان الإعلامي المعروف، يعطيك العافية، شكرا جزيلا دكتور. شكرا لك يا سلام. إذن أعزائنا المتابعين، يعني اليوم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب السعودي في استحقاقه في روسيا، نتمنى إن شاء الله أن يقف الجميع مع هذا المنتخب، أن يكون إن شاء الله يظهر بالمظهر المشرف. إلى أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.